أعيد مرة أخرى، أقول أكثر الناس حبا لله عز وجل الذين صاحبوا القرآن، وذلك لأنهم تعلقوا بخالقهم سبحانه وتعالى، ومن شدة تعلقهم بالله عز وجل تعلقوا بكلامه سبحانه وتعالى، وهو هذا القرآن العظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، أهلين من الناس. قالوا: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يكفيك أنك إذا كنت مع الله، إذا كنت مع القرآن، وعملت بالقرآن، وعنيت بالقرآن، وصبرت من أجل القرآن، وضحيت لأجل القرآن، يكفيك 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 أنك تكون من أهل الله، تكون من أهل الله. أليس هذا شرف عظيم وفضل كبير؟ بلى والله. فتذكر، تذكر الآن وأنت في الدنيا، يعني في ناس الآن في الدنيا يعيشون بين الناس هم من أهل الله وخاصته. الله، الله أكبر. ها، الذي يكون من أهل الله وخاصته يعذبه الله؟ هل يعذبه الله عز وجل وهو من أهله وخاصته؟ لا، الله أكبر. هذا قد أعد الله عز وجل لهم الدرجات الرفيعة والمنازل العالية في جنات جنات النعيم. ولذلك يا أخي الغالي، يا من يسمع كلامي نصيحة محب، أقبل على القرآن بكل قوتك، وانظر كيف أن القرآن يقوم حياتك، يقوم شخصيتك. والله والله كل من رأيناه، كل من رأيناه دخل في حلق القرآن وصاحب كتاب الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو، أن حياته كانت قبل القرآن شيء وحياته بعد القرآن شيء. إي والله يا أخوان، في كافة الجوانب تتعجب، تقول هذا فلان اللي كان كذا، اللي كان كذا، اللي كان كذا، تقولها في نفسك، ثم تنظر إليه كيف الآن يتحدث، كيف الآن يناقش، كيف الآن يقوم، كيف الآن أصبح ينفع، يقدم، أصبحت له بصمة، لا أثر. كل هذا من القرآن. انظر إلى حال صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، انظر كيف كانوا قبل القرآن وكيف أصبحوا بعد القرآن. يا أخواني، هذا القرآن أتى لرفعتنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا، كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ ذكركم أي شرفكم. أنت أقبل على القرآن، شوف كيف سبحان الله العظيم، الله عز وجل يرفعك، الله سبحانه وتعالى يقومك، الله سبحانه وتعالى يهذبك، الله سبحانه وتعالى يعلي قدرك، الله عز وجل يجعل لك الهيبة والوقار، يكون لك البصمة، يكون لك الأثر، يكون لك النفع. أقبل على القرآن، انظر كيف تتغير حياتك بالكامل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أقبل على القرآن بقوة، وممن أخذ القرآن وتعلمه وعمل به ودعا إليه وعاش معه عمره كله. اللهم وفقنا لمصاحبة القرآن أبدا ما أحييتنا يا ربنا يا رب العالمين. نبدأ الآن بالتسميع.